اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس على قناه النادي الاهلي. طبعا البدايه هتكون مع لاعبينا المحترفين في الخارج، زي ما قلت قبل الفاصل ان هم يعني فخرنا في الملاعب الاوروبيه والعالميه. ما فيش شك ان احنا لو بنتكلم على محترفينا في الخارج فلازم نبدا بالنجم اللي اكيد يعني يوم بعد يوم بيزداد تالق. محمد صلاح ما فيش شك ان هو واحد من افضل اللعيبه اللي في العالم حاليا. دايما مرشح لجائزه افضل لاعب في العالم. محمد صلاح هو اللاعب المصري الافريقي العربي الوحيد اللي في التاريخ اللي ترشح لكل الجوائز الفرديه اللي موجوده في عام واحد. بدايه من احسن لاعب في افريقيا، ثم طبعا احسن لاعب في الدوري الانجليزي، بعديها يترشح لافضل لاعب في اوروبا ويحصل على المركز الثالث مع مودريتش ومع رونالدو. ايضا نفس يعني نفس اللي حصل معاه حصل في ذا بيست، واختياره من التوب 3. ايضا في البالون دور اختياره من افضل 30 لاعب وبعديها من ضمن افضل 10 لعيبه موجودين في اوروبا. تعالوا نروح ونشوف مين هم افضل 10 لعيبه موجودين في اختيارات البالون دور. هنعرض لحضراتكم طبعا عدد الاهداف اللي تم يعني اسيست او اتصنع كم هدف من كل نجم، كمان احرز كم هدف في عام 2018 في مجمل المسابقات، ونرجع نكمل معاكم في وورلد سبورتس. يعني ما كناش نحلم ولا يجي في بالنا ان هيجي اليوم اللي احنا نشوف فيه لاعب مصري يترشح لكل الجوائز الفرديه لموسم واحد، سواء البالون دور او ذا بيست او افضل لاعب في اوروبا. وبالتالي ده الجزء الخاص بمحمد صلاح، واكيد طبعا يعني علشان بقى ما نظلمش باقي محترفينا المحترفين في الخارج، هنكمل معاكم مع واحد من نجوم مصر، واحد من نجوم المنتخب المصري والمحترف في الدوري التركي، هو محمود حسن تريزيجيه، بيحصل على افضل لاعب في الجوله او من ضمن المتميزين جدا جدا. واليونان دايما بتبقى قريبه من مصر، او احنا يعني بنشوف ان الاجواء في اليونان من الجماهير و المباريات وسخونة الأجواء بتبقى قريبة من مصر، لكن كمان لاعبين المحترفين اللي بيكونوا موجودين بعدد كبير علشان يعني العلاقة اللي ما بيننا وما بين اليونان من زمن. يعني بنتكلم على كابتن مجدي طلبة، بنتكلم على وجود كابتن حسام، كابتن إبراهيم، بنتكلم على أيضا نجوم لعبت في اليونان، أمير عزمي مجاهد، بنتكلم في شيكابالا كان موجود قبل كده، بنتكلم على كابتن عبد الستار صبري. وبالتالي يعني اليونان من فترة كبيرة جدا وإحنا بنصدر اللعيبة لليونان وبيتألقوا ودايما بيصنعوا الفارق. يعني هنلقي الضوء على لاعبينا المحترفين في اليونان ونتكلم على أبرز المباريات أو أبرز الأرقام اللي حققوها في الفترة الماضية في الدوري اليوناني. أحمد حسن كوكا أكيد واحد من نجوم منتخب مصر واللي أكيد متواجد في مباراة اليوم، أيضا انتقل من الدوري البرتغالي إلى أولمبياكوس، واحد من أكبر وأعرق الأندية اللي موجودة في اليونان. أحمد حسن كوكا شارك في 5 مباريات في الدوري، أحرز هدف، وطبعا الخمسة أكيد ما كانش موجود من بداية المباريات، في مباريات كان موجود من البداية، وفي لقاءات أكيد تم استبداله، وكمان في لقاءات يعني نزل كبديل. وهو ميزة أحمد حسن كوكا إن هو في أي موقف من الثلاثة بينزل يأدي، سواء موجود من البداية أو سواء كان موجود على مقاعد البدلاء وتم استبداله أو كان موجود من البداية وخرج من أرض الملعب، أكيد يعني في الأخيرة أكيد بيظهر سلوك طيب. وأكيد في اليوروبا ليج، اليوروبا ليج واحدة من أقوى المسابقات الأوروبية، بيشارك معاهم بشكل جيد جدا وهو ماشي بخطى ثابتة. أحمد حسن كوكا عنده وكيل أعمال شاطر جدا وبيعرف إن هو دايما يحركه في أوروبا بشكل جيد. طبعا محترفينا اللي موجودين في اليونان يعني بنتكلم على عمرو وردة. عمرو وردة عنده يمكن مشكلة بسيطة جدا بتواجهه في الفترة الماضية، ان هو عنده بعض الخلافات مع المدير الفني الحالي لباوك، وان هو تم استبعاده في اخر لقاءين، وكان بالتالي يعني عمرو وردة واحد من اللعيبة المميزة جدا مهاريا، لكن اكيد الفترة الجاية محتاج انه يعني يظبط العلاقة ما بينه وما بين المدير الفني، او بلغة الكورة يلطف الاجواء.
دايما تلطيف الاجواء مع المدير الفني بتكون يعني هي اللي بتسوق او بتقود الامور الى ابار الامان. عمرو وردة ممكن يعني الفتره اللي جايه هو قدامه اختيارين، يا اما يبقى موجود في باوك بان هو اكيد يدي انطباع جيد اخر للمدير الفني، او يغادر من الدوري اليوناني، لكن لحد دلوقتي عمرو وردة لا يمتلك اي عروض، وبالتالي محتاج ان هو يركز في نادي كبير زي نادي باوك ويعمل تاريخ لنفسه، واكيد التاريخ هيفيده سواء مع منتخب مصر او لو عايز ينتقل من باوك الى نادي اخر. عمرو وردة في السوبر ليجا يعني بنتكلم على لعب في المجمل بنتكلم على 75 مباراه لعمرو وردة في الدوري اليوناني، عدد ورقم كبير جدا، لكن بنتكلم على باوك الموسم الحالي لعب 3 لقاءات ما احرزش ولا هدف، بدا في لقاءين ونزل كبديل في مباراه وحيده. بنتكلم على اليوروبا ليج شارك ايضا في 3 مباريات، طبعا في تصفيات دوري الابطال شارك في 6 مباريات، احرز هدف مهم جدا كان سبب في يعني سبب كان من اسباب يعني كان هيتاهل باوك الى تصفيات دوري الابطال او دوري المجموعات، لكن الحظ بيعاند فريق باوك وفي الاخر بيذهبوا الى دوري الاوروبي. بنتكلم ايضا على شيكابالا، بنتكلم على باسم مرسي. يمكن باسم مرسي يعني زي ما احنا سمعنا قبل كده كان معانا مداخله من رئيس النادي ان هو بعد ما انتقل باسم مرسي الى نادي لاريسا كان عنده بعض الصعوبات، الدوري اليوناني اقوى من الدوري المصري، وبالتالي عمليه الانسجام ما بين الدوري المصري والدوري اليوناني اخذت شويه وقت من باسم مرسي. يمكن بنتكلم على باسم 5 لقاءات في السوبر ليجا لعبهم، 3 بدا اساسي و2 طبعا كان على مقاعد البدلاء، لم يحرز اي اهداف، لعب اكيد مباراه وحيده في الكاس اليونانيه لكنه لم يشارك او لم يحرز اي اهداف مع نادي لاريسا. يعني شيكابالا واحد من نجوم مصر، اكيد واحد من المواهب الكبيره في مصر اللي انتقل وايضا الى الدوري اليوناني، لكن نادي شيكابالا يعني ابولون بيقابل سوء حظ يعني سيء جدا جدا جدا، لم يوفقوا حتى الان في الفوز باي مباراه، وبالتالي هم مهددين بالهبوط الى دوري الدرجه الثانيه. اي نعم لسه بدري، بس احنا بنتكلم على الورق، بنتكلم على حاليا على موقف الفريق الخاص بشيكابالا. شيكابالا طبعا قبل ما نروح للتقرير مهم جدا جدا معانا، شيكابالا 4 مباريات لعبهم لم يسجل اي هدف، مباراه وحيده فقط هو اللي بدا من ضمن ال11 لاعب، و3 مباريات كان موجود على مقاعد البدلاء. هنروح